في مسألة أرسلت عن يأجوج ومأجوج، هذا على اعتبار أن بعض الناس له أقوال منشورة مشهورة على الشبكة في يأجوج ومأجوج، وحقيقة يعني أسمي الكلام على الشيخ عمران حسين، قلت شيخ على اعتبار أنه شيخ، شيخ يعني كما قال الله أنه يخلقنا من تراب ثم من نطفة ثم من علق ثم نبلغ أشدنا ثم نكون شيوخا، فالرجل شيخ واضح، إنما مشيخة الإسلام ومشيخة الدين خلها أخي. ففي للرجل قول ولغيره كذلك قول في يأجوج ومأجوج، هل خرجوا من هم على التعيين والتحديد، من هم من الأمم، من هم من الأجناس والعنصر، من هم؟ فبعضهم قال وبعضهم قال، وبعضهم يرى أنهم خرجوا وأنهم أوروبا والروم، وبعضهم يرى أنهم الصين واليابان، ويعني هذا العرق يعني. قال لي أحد المغول، وبعضهم قال لهم المغول. هلا هذا اخواننا من مترف القول، ان كان الروم هم المقصودين او كان المغول او الصين، ولا ماذا ستقدم انت وماذا ستؤخر؟ تفضل. الدجال ان كان فلان بعيني او هو خرج او مخفي في ارض، ماذا تستطيع أن تفعل؟ هذا كله لا يؤول، يعني لا التأويل في الكتاب أن صار لا يؤول حتى تراه بعينك، هل ينظرون إلا تأويله كما قال الله ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون، هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله يعني صار شك إخواننا، يعني قال الله في الزخرف عن ابن مريم وإنه لعلم للساعة، هذه آية تأويلها أن ينزل ابن مريم على جناحي ملكين، تأولت مشيك أخوان، هذه تأولت لما قال الله واقترب الوعد الحق، لما قال وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، آية الأنبياء تأويلها أن ترى يأجوج ومأجوج، هلا تقعد فتقرا من هم، فتح الرد، هدم الرد، اعتلوا الرد، ظهروا الرد، صار من هم، من بجنسهم، قول بظن لزاما. هلا نفترض انك اصبت 100%، طيب لنقل انهم على قول من قال الروم او على قول من قال الصينيون، تقول الصينيون على قولهم، طيب تفضل استبق شيئا، يا استبق بالكثير، انت بتقول انك اولت الايات انهم لا ينتظرون هدم الردم وان الردم فتح وهدم من قبل وانهم خرجوا، جيد استبق شيء، هم يأجوج ومأجوج ان نعلم انهم خرجوا ولا لم يخرجوا، يأجوج ومأجوج على ما قال الله من الفتنة التي هم فيها، واضح اخوان؟ فانت لما تصرف عمرا واجلا تبحث من يأجوج ومأجوج، اولا اعلم الناس بهذا اصحاب نبي الله لا شك حقيقة اخوان، وين سمعت انهم قاعدين من يأجوج ومأجوج؟ لعلهم سؤال ممكن يجيب بس لا يقعدون لها اخوان، لا تقدم ولا تؤخر حقيقة، قلت لك المغول طيب الروم طيب، وبعدين لن تكون يأجوج ومأجوج يأجوج ومأجوج حتى ينزل عيسى بن مريم، الدجال فلان لن يكون هو حتى يظهر ويخرج خرجته المشؤومة، نيح اخواننا بس
وينزل عليه عيسى ابن مريم، على ابن مريم الصلاة والسلام. واضح؟ إنما تفضل. قلنا فلان ماذا تملك من أمره أو من أمرك؟ لا تستطيع أن تفعل شيئا. فيجوز وما يجوز يا أخوانا تحقيق وتأويل المسألة أن الدجال خارج لا محالة، وكذب من قال أن ليس دجال، إنه ما في دجال، وأن ابن مريم نازل، وكذب من قال ليس لابن مريم كرة ولا نزلة، كذب. المهدي أنا مسامحك فيه، هذا رجل خارج لا محالة ولكن لا يكاد يعرفه أحد. دعوكم اشتغلوا بأنفسكم. واضح أخواننا؟ ابن مريم له علامة لا يخطئها أحد، والدجال له علامة لا يخطئها أحد، المهدي له علامة لا يكاد يعرفها أحد. سيبوا إيه؟ الدجال يخطئونه. كيف؟ لا يخطئ أحد. كيف يعني؟ لا يعني حتى نقول إنه هذا هو الدجال، يعني العور. أنا بتكلم على المؤمنين، يعني معلوم، يعني اللي تكلموا في المهدي المؤمنين، واللي بتكلموا في المؤمنين بيعرفوا عيسى يقطر رأسه ماء دون أن يبله، إذا طأطأ إذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ. كلنا هيك ما شاء الله. مش هذاك يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت؟ أعور. مش كل أعور يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت. هذا اسمه مش يلتقيان المسيحان. واضح أخوان؟ فالمهدي تفضل ماذا يعرفون عنه؟ المسيح اسمه المسيح عيسى بن مريم. طبعا الدجال لا يعنيكم اسمه. المهدي قال عليه الصلاة والسلام يواطي اسمه اسمي واسم أبي اسم أبي، فاختلف. يعني ابن تيمية رحمة الله عليه، ابن تيمية بيقول اسمه محمد ابن عبد الله، اوعى كل شيء غير هيك. طيب محمد ابن سيرين من أئمة التابعين قالوا له مرة كان يحدثهم بالمهدي، قالوا له عمر بن عبد العزيز هو المهدي؟ قال ولا المشبه. الشاهد في الباب إنه ما قالهمش أليس عمر؟ المهدي محمد. اللي السائلين أليس تابعين؟ سألوا التابع أليس تابعين أو أتباع تابعين؟ قالوا له عمر بن عبد العزيز. فالأولين ما كانوا بيستنوا محمد، محمد ابن عبد الله، ثم ظن الناس إنه هو يعني هذا المعنى محمد بن عبد الله. إن كان محمد بن عبد الله اسمه أو كان غير هذا، إلى الآن الناس يظنون ظنا. الذي سينزل من السماء اسمه المسيح عيسى بن مريم ورب هذا البيت. مش هيك؟ ترين من أهدى، المهدي أم المسيح؟ المسيح. فإذا أنت تنتظر هدى عليك بالمسيح، تنتظر هدى ما قد جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. أنا ما بقول لك دعك من المهدي، إنما بقول لك اشتغل بهدى نفسك. طيب فقلنا أخوانا فإذا نزل ابن مريم يقتل عيسى ابن مريم الدجالة ويرى الناس دمه، ثم يوحي الله لعيسى ابن مريم أن حرز بعبادي إلى الطور. هذا الطور اللي قالكم سينا واهم، اللي قالكم سينا واهم. أقول لك إذا نزل عيسى بن مريم نعرف هذا الطور وإلا الذي في سينا. اسمع، هذا تأويل الأمر. إذا وقع، يعني إذا ابن مريم نزل وقالنا تعالوا على سينا نقول لا على هذا، أو قلنا على هذا نقول لا على الطور. خلاص أخي خلي ما كنت تعلم، أنا أدين أنه هذا الطور، غيري يدين أنه الذي في سينا. جيد، نزل ابن مريم ستنطح الجبل يعني؟ شيك أخواننا اتبع عيسى ابن مريم، ماذا قلت يعني؟ لا يعني. طيب فتأويله ابن مريم والدجال ويأجوج ومأجوج إذا نزل شيء. قلت لك هذا بيقول وهذا بيقول وهذا بيقول. نزل عيسى ابن مريم
فقتل الدجال فأمره الله أن يحرز بالمؤمنين إلى الطور. قال الله لعيسى إني أخرجت عبادا لي لا يداني لأحد بهم. هذا الحديث فيه ما يرد أقوالهم أنهم روم، أنهم الصين، أنهم المغول. ليه؟ ظاهر الحديث ببراءته أنهم ما كانوا من قبل، ما كانوا من قبل ولا يعرفهم الناس ولا قبل للناس بهم، ولم يخبر الناس يأجوج وماجوج. حتى عيسى الله بيقول لعيسى بن مريم لو أراد بيقول له أخرجت يأجوج وماجوج، أنت عارفهم يا عيسى بن مريم شيء؟ يأجوج وماجوج، إن كانوا الصينيين عيسى بن مريم أدرك الصينيين، إن كانوا الروم عيسى بن مريم أدرك الروم، إن كانوا المغول عيسى بن مريم أدرك الأعراق والأجناس جميعا. قبل 2000 سنة عيسى عليه الصلاة والسلام شيك أخوان. طيب ما قالوش الله أخرجت يأجوج وماجوج، يعني اللي تعرفه، قال أخرجت عبادا لي لا يداني لأحد بهم. ظاهر الحديث كأن الأمر جديد على عيسى بن مريم، فحرز بعباده إلى الطب. وشر الناس يعني الدجال أخي يتبعه كل الكافرين إلا الصينيون وإلا المغول وإلا الروم. أجناد الدجال كل كافر في الأرض كل، يعني إما يتبعه أو أن يعني يؤمن به حيثه. أخرجته يعني الناس في تلك الحين لا يعرفون مكانه، لا يقتضي، لا تقتضي، خرج شيء لا يقتضي أنه لا يعرف مكانه. فأتباع الدجال كافرون، وفيهم الروم وفيهم الصينيون وهذا العرق، هاي موجودين. ويتبعه الدجال 70,000 من يهود أصفهان تحديدا، فمعه أتباعه. إذا المؤمنون اليوم كثير من المسلمين يفتنوا في الدجال، لا يفتنوا فيه الروم أمريكا وأوروبا، ولا يفتنوا فيه الصينيون، هذول بيأكلوا كلاب بعيد عنك، يعني بدهم يعني يتحرجوا ويتطهروا من الدجال. بالعكس كل واحد معه بريق بيتبعه، الصين على إيش دائري؟ على ذهبها وعلى شغلها، وكذلك الغرب وأمريكا، أخرج لهم ذهبا يتبعوك. فليه يعني هذول الآن اللي تأخروا عن، طيب فاتبعوا جميعا صاروا وراء الدجال، فغالب المسلمون الدجال وغالب الدجال المسلمين، فنزل عيسى بن مريم فهزم الكافرين. الآن أجا يأجوج ومأجوج. فظاهر الأمر أنهم كانوا في الأرض ولا لم يكونوا؟ لم يكن. واضح أننا لا نعرفه. يعني النبي عيسى حتى يقاتل الدجال يلزم أن يقاتل الكافرين. تنين هذه شهادة كبيرة، عيسى عليه الصلاة والسلام لا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات. الصين منهم؟ كفار الصين، كفار الروم وكفار غيرهم، أليسوا من هؤلاء؟ يعني إلا هؤلاء لا يحل لكافر يجد ريح نفس ابن مريم إلا مات. ونفس ابن مريم ينتهي حيث ينتهي طرفه، لاحظ مش بصره، الطرف أبعد ما ترى، طرفها أبعد ما ترى. وعيسى ابن مريم كما بحديث حسن السند حديد البصر، شو يبرئ الأكمة؟ يبرئ الأكمة، يعني انت هو جاي يعني يعالج لك أعمى وهو يعني في عنده شوية. عيسى عليه الصلاة والسلام كلمة الله، دعك، النبي قال حديد البصر ينتهي بصره حيث ينتهي طرفه، يعني قد يرى الرجل مشرقه ومغربه، واضح. فهلك الناس إلا كفار الصين إن كانوا هم، أو كفار الروم على حسبة فلان أو على حسبة فلان. واضح أنهم بعدما هلك الكافرون وبقي المؤمنون خرج قوم لا قبل للناس بهم، لا وقتا ولا خبرة ولا عرفة، ما بيعرفهم شيء. حتى ابن مريم كلمة الله أهلك الله به أكبر فتنة في الأرض، ما خلق الله كما قال عليه الصلاة والسلام فتنة أكبر من الدجال، أهلكه عيسى بن مريم، وأهلك الله على يده، على يد ابن مريم الملل كله. ثم قال الله حرز بعبادي إلى الطور، أخرجت عبادا لي لا يداني لأحد بهم. لما
قال الله أهلك كل الملل، هذا يعني أن الصين من ضمن هذه. طبعا يا شيخ، يعني لما تقول ملة انتهى كل شيء بالضبط، يعني تهلك الملة معنويا وتهلك الملة ماديا زي ما تقول العامة. يعني أنا بقول بالملة إيمانا ومؤمنين بها يهلكون جميعا. ليه؟ بدليل لا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات. واضح إخوان؟ فظاهر الحديث أنهم ليسوا من الأرض، لا يدان لأحد بهم. يعني إن كانوا هم الروم يا أخي قاتلنا أمريكا في العراق وسحلنا علوجهم، هذول يدان لأحد بهم، وما خرجوا من العراق إلا انهزاما، وقاتلناهم في أفغانستان وسحلناهم في الطرق، في الصومال غلبناهم، صح يا أخواننا؟ وهكذا. هلا بعضهم قال إنه إلا الصين لم نقاتل الصين، منيح وصحيح. لا لا، يعني ما صار حرب واقعة وقع بيننا وبين الصين، ولكن هذول ينطبق عليهم لا يدان لأحد بهم. اطلع ليهم هلا هلا شيخ، لا يدان لأحد بهم؟ لا يا شيخ، يعني لو اجتمع الآن المسلمون والعرب نكسرها للصين عادي، بجهالتنا احنا باللي احنا اللي احنا فيه نغلبها للصين بسلاحنا ومالنا وبعتادنا، بنغلبها وباحلافنا والله معنا، مش هيك؟ لسه انا بقول لك بغير يعني قوه الله، واضح اخواننا؟ فبالتالي ليس هذا. ثم قد اكون مصيب وقد اكون مخطئ، متى نتبين بتاويلها؟ حين يقول الله لعيسى ابن مريم حرز بعبادي إلى الطور، فإن كانوا الصينيين فقد أصاب القائل، وإن كانوا الروم فقد أصاب القائل، وإن كانوا غير ذلك فقد أصاب القائل، إنما ماذا تقدم لي وماذا تقدم لهم؟ لا شيء، يأجوج ومأجوج لن تفعل شيئا حتى تخرج يأجوج ومأجوج، واضح أخوان؟ فأرسل ناس يسألون خرجوا ولا ما خرجوا، الشيخ عمران بيقول هيك، و هذه مسألة. الثانية، كثير من الإخوة يسألونني عن الشيخ عمران. يعني لا، قد يسأل سائل يقول لك أنا بدي أحمي نفسي، قد أتي لهذه البلد إذا علمت أنهم صينيون. نعم، أريد يعني أحمي نفسي فأتي إلى هذا البلد القائس. أخونا بيقول أن يعني قد يسأل السائل أنه أريد أن أعلم أنهم لأحمي نفسي فأتي هذه البلد، طب لما لم يفعل الصحابة هذا وهم يعني أحرصوا على دينهم منه؟ ما صار النبي من قبل خار لنا بالشام، قال ستكون أجناد وتكون وفي الفتن، قال أخر لي، قال عليك بالشام من زمان، مش لأجل ما يجوج وما يجوج. فالشام عقر دار للمسلمين، يعني نتبع النبي فنأتي، إنما لا نفر من هذا لأنه لا نعلم هذا لم يكن. إيش أخي؟ هذا فيما يخص هو المسيح ولا المسيح؟ هو المسيح العامة تقول مسيح. خبر علمه ضروري لنا، لما قام به الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ظهر خرج ليعاين ابن الصياد حتى يتبين من أمره أهو أم ليس. فنحن الله أعلم يجب أن نتبين كما فعل الرسول. طيب، يعني أخونا بيقول إنه إذا الدجال لأنه الدجال فخرج النبي يعاينه عليه الصلاة والسلام. النبي يعرف الدجال بما تعرفه أنت؟ هل الدجال إذا خرج فتنته شر منه ما تعلم، ولكن النبي يعلم عنه لو لم يفعل شيئا، لو لم يفعل شيئا يعرفه النبي. يعني قال لو تركته لبين. أنا وأنت لا نعرف هذا، يعني هو لنبي الله لو تركته لبين عرفته. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني بين الله له من أمر الدجال ما شاء وأخر ما شاء تبارك اسم الله، واضح؟ فحتى لو خرج نبي الله، لأنه كما قال أنا حجيجه دونكم، فلو كان بيخرج النبي يخرج حجيجا دوننا، لا أنت تقوم هذا المقام ولا أنا أقوم هذا المقام، واضح أخي؟
يسأل الإخوة عن شيخ اشتهر على الشبكة اسمه عمران حسين، له يعني دروس وتأويلات على الشبكة في يأجوج ومأجوج وفي الدجال وفي هذا. فأنا أولا يعني أسأل الله لي ولكل مسلم الهداية والسداد والرشاد وأحسن خاتمة، ولكن أقول إنه أخونا هذا عمران حسين يعني مثلا بعض الناس ظنوا أنني وافقته وأنه وافقني في إنكارنا لهذه الثورات، ولكن شتان ما بيننا على اعتبار أن الأخ عمران حسين أبى وأنكر هذه الثورات على اعتبار أنها صنيعة الغرب وأنها خطة للغرب وللدجال، أو تحديدا هو بيتكلم عن يعني الغرب وإسرائيل، ونحن يعني أنكرنا بما ينكر رسول الله. إحنا قلنا لا يقاتل المسلمون ولاتهم من هذا الباب، صنيعة من صنيعة بعدين بنكلم الناس أنها صنيعة، إنما لو لم تكن صنيعة الغرب كان يقبلها الرجل؟ هذا هو الشيء. فإذا أنا أبيتها لما نهاني نبي الله، ثم أبين للناس ألا ترون ألا تنظرون هكذا، إنما أول إباء لها ما قد علم. فحتى لو رفع الغرب وكف يده أباها، نهاني نبي الله عليه الصلاة والسلام، واضح؟ وحتى لو قام الغرب يقاتل هذه الثورات لا يعني لماذا فعل. نحن نزن ديننا بما قال الله وقال رسوله. أما ما تكلم في يأجوج ومأجوج قد يعني أجبتكم، سائر الأمور يعني أي إنسان أخوانا يتدبر، يصيب بعضا ويخطئ بعضا، كلامه في الذهب والفضة كلام محمود يحمد له ويشكر له، وهذا هو الحق وهذا هو الصواب المتعين، أن الذهب والفضة هما أصل المال، وأن للغرب واليهود والنصارى في هذا شأنا يعني يشاؤونه ليفسدوا على المسلمين دينهم ودنياهم. فكما قلنا نسأل الله لكل مسلم الهداية والسداد والرشاد. أما الأخ عمران حسين أنا أنصحه أن إذا جئت لتتقدم فتتقدم بما قال الله وقال رسوله، فإذا أخذت بشيء فليكن لأمر الله ورسوله، وإذا تركت شيئا فليكن لأمر الله ورسوله. هذه الثورات ما من حللها سياسيا لنأخذ أو ندع، كل أمورنا يا أخواننا ننزلها على ميزان نبي الله عليه الصلاة والسلام، إن كان خيرا فخير وإن شرا فشر.